شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أنور وجدي بشحمه ولحمه قاعد قدامي. إيه رأيك يا مفتاح؟ أنور بايث من جديد وقاعد قدامي، أصلح واحد في البلد يلعب دور أنور وجدي. يعني أنا مش كلب بلدي ولا حاجة؟ نجم قاعد قدامي. طب بالنسبة للمشية؟ أنور ماشي. طب بنات انصرف. أنور بيصرف يا بنات، اسمعوا الكلام. والآسف. نعم يا حبيبي. أنا مش كلب بلدي؟ إطلاقاً أنور وجدي واقف قدامي. أمال ليه عندي إحساس رهيب بالهوهوة؟ عادة ده بيبقى تفسير علماء النفس، هوهوة عند النجاح في الكفاح. يعني أنت هوهوت قبل كده؟ أوه يا ما نبحت لما نجحت، يا ما يا ما الله. يا ما طمنتني على نفسي. عارف يا واد يا بروتا، أكتر حاجة مخلياني مبسوط وسعيد إيه؟ إيه؟ إن أنا سافرت قعدت سنين في الخارج أكافح وأناضل وأعمل مظاهرات وانتفاضات وحروب لغاية ما بنيت اسم مفتاح مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ وراه مباحث العالم. ربنا يزيدك. ورجعت لقيت صديقي شقيق عمري ناجح نجم الناس بتشاور عليه في الشارع. انت وش السعد علي. وانت وش الهنا علي. بس لعلمك يا مفتاح انا زعلان منك برضه، صعبان علي. ليه يا حبيبي؟ بعد ما انت سافرت الدنيا شبعت فيا شلاليط. شلاليط؟ اه جمع شلوط. شلوط وبتقولها بجرأة كده يا اخي. ايوه. عموما احمد ربنا يا بروتا. الحمد لله. انت كنت بتاخد الشلوط هنا وسط اهلك وناسك في بلدك. في حد يحميك. أيوة. اما انا فاثناء الكفاح والنضال والمظاهرات والانتفاضات كنت اخد الشلوط ينطرني من بلد لبلد. ياه. من قاره لقاره. اتشلطت كتير. لفيت ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. ال 250 قارة بتوع المثلث الأرضي. إيه ال 250 قارة؟ بتوع المثلث الأرضي، ما خلتش بلد. إيه دول؟ إيه دول؟ ال 250 250 قارة بتوع المثلث الأرضي. يعني العالم كبر فجأة. زاد مع زيادة الأسعار. مفاعل ليه يا بروتو؟ أصل أنت بتقول 250 قارة. بتوع المثلث الأرضي. مثلث أرضي إيه؟ مفيش قارة على وجه المثلث الأرضي ماليش فيها صوالات وجوانب. يا جدع! انت ايه؟ انت مفاعل ليه يا بروتو؟ ايه لفيت انت سافرت فين؟ ال 250 قاره بتوع المثلث الارضي. 250 قاره ازاي؟ يعني هما مش سبع قارات؟ ده انت في غيبوبه، مش في كوكب الارض، كوكب الارض ده ما هو الا مجموعه قارات. يا بتقول ايه انت؟ كوكب الارض ده كوكب؟ ها؟ كوكب؟ كوكب الارض ده ما هو كوكب الارض؟ اه ده واحد من ضمن مجموعه كواكب بتلف حوالين الشمس. كواكب؟ في ايه؟ انت رحت فين؟ لفيت كل بصي كوكب الارض ده ما هو الا متقسم قارات. اوكي. في شمس. الشمس ده بتلف حواليها مجموعه شمسيه مجموعه كواكب. خلاص انت بتشرح لي احياء. احياء احياء يا ابو جهل الله يكسبك. ايه كواكب ومجموعه؟ الشمس بتلف حواليها كوكب الارض كوكب المشتري تحسين بين السرايات مجموعه تحسين. انت رحت فين؟ ال 250 قارة. 250 قارة بقول لك سبع قارة. انت مش بتسمع فؤاد المهندس يقول لك قلبي يا غاوي سبع قارات؟ يعني هو ده برهانك ان كوكب الارض سبع قارات؟ هو ده دليلك يعني؟ يعني ايه انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ايه ده؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ انت ما تعرفش ان المثلث الارضي زاد ولا ايه؟ كوكب الارض زاد. المثلث الارضي؟ هو مش الكرة الارضية؟ ايه ده يا راجل ده انت قديم قوي، ما اتلغت الكرة دي من زمان. الكرة اتلغت؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين الكرة لغوها من فترة طويلة. هو في ناس ماسكة الكرة؟ يا بروتو مالك انت منفعل ليه؟ يا جدع انت بتقول ايه؟ ال 250 قارة جت ازاي 250؟ ايه؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ مش الأطلنطي دخل كردون مباني فطلع مجموعة قارات جديدة؟ ايه ده؟ 6 أكتوبر والشروق امتى؟ ومجموعة كبيرة جدا. امتى ده؟ ايه يا فروتو عيب؟ يا ابني انت راجل نجم. يعني ايه؟ يا افرض طلعت في برنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعه زنقتك وسالتك قالت لك كوكب الارض كام قاره؟ كوكب ما تعرفش ترد؟ ده انا ابقى خايب كده. تسقط من نظر جمهورك اللي بيحبك. عندك حق. ده انت مثلا اعلى الشباب كتير. يبقى لازم تثقف نفسك. ايوه لازم. لازم تثقف. من هنا ورايح تتفرج على تلفزيونات نظيفه، اقرا كتب نظيفه، جرايد، ده انت بثلاثه ساغ لو اشتريت جورنال بتزوقيني يا ماما من على اي ناصيه. اسمه ايه؟ اسمه بتزوقيني يا ماما انترناشونال جورنال. وفتحت صفحة القارات صفحة 1,300,000 تكتشف ان ده مجنون. في ايه؟ انت في حاجة اتحبشت؟ انت بتزعل ايه؟ انا اشتري جورنال صفحة 1,300,000؟ ايوه ده انترناشونال، ده في ناس بتاخد ثانوية عامة من اول سطرين في الجورنال ده.
انا اقرا 1,300,000. ما عادش فلوس، افتح القناه المية المحليه بتاعت الدلتا. 100؟ انت ارقامك زادت. فيها 100 محليه. ايوه انا عندي 8-9 قنوات. اشتري اريال جديد يجيب لك واريال ليه؟ اقف انت هتجيب المية، مش محتاج اريال. ايه اللي انت تعبان؟ انا مش تعبان، انا بحاول اثقفك. انت اللي جاهل. في ايه؟ ولا اسف، في انت المفاعل. انا مش مفاعل، انت اللي بتساعد. ابوس ايدك، وطي صوتك. انا مدوخ ورايا مباحث ومخابرات العالم. صوتك يعلى قمر صناعي صورنا، حد يتسنط علينا هيتقبض علينا احنا الثلاثه، هتودي نفسك في داهيه معايا، فمالوش لازمه. من فضلك حاول ان انت تركز، ان يبقى كل تركيزك في استيعاب المعلومه اللي انا بقدمها لك عن مجموعه الكواكب اللي بتحصل. كواكب؟ انا مضايقاني حكايه الكواكب دي. وطي صوتك، حد يسمعنا يتقبض علينا احنا الثلاثه. ابوس رجلك. ايه احنا الثلاثه دي يا بر؟ ارقامك زادت. انا مش مصدق نفسي. انت في ايه؟ انا مش مصدق نفسي. انت قاعد بت ليه كده؟ انا مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسك في ايه؟ في مقابله تقابلها لي بعد 30 سنه في الغربه وحشتني. 30 سنه قلت اجي اقعد معاك. 30 سنه 30 سنه ده انت عندك كام سنه؟ 28 و7 شهور. احسبها بقى، احسبها بقى. يعني انت متغرب قبل ما تتولد بسنه وخمس شهور. عشان ما تفكرش يا غبي. هتجنني يا جدع. انت بتبقى أيوة. ليه كده يا بروتا؟ بهدوء. انت عندك الدولار بيعمل كام شهر؟ دولار؟ ايوه الدولار بيعمل كام شهر عندك؟ بص انا جبت سير الدولارات. مش انت اللي بتسالني يا بروتا؟ عيب. وطي صوتك، حد يسمعنا تتحبس احنا الثلاثه. ابو سمير ايه حكايه احنا الثلاثه دي؟ يعني دي ايه الحكايه دي؟ بروتا ده جزائي. انا عايز يتقبض علينا احنا الثلاثه. ده جزائي؟ انا عايز اشوف عني الكلبش ده ياخدنا احنا الثلاثه. ده جزائي يعني؟ فين التالت؟ انت وحشتني، قلت انزل اقعد معاك نص يوم 48 ساعه يتعدوا على تعابين الساعه تقابلني كده. يعني انا جاي اشوفك 48 ساعه يتعدوا على تعابين الساعه وامشي؟ تعابين الساعه؟ في ايه يا بروت؟ ليه كده؟ تعابين ساعه ايه يا جدع حتى؟ ايوه الساعه. مش الساعة دي، عقارب الساعة. ايه حكاية دي؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش خلفية. العقارب اتلغت من فترة يا اكسلانس. لغوا العقارب؟ من فترة طويلة. مين اللي لغاها؟ اللي ماسكين العقارب لغوها من فترة طويلة يا اكسلانس. هو في ناس ماسكة العقارب؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتسنط علينا يتقبض علينا احنا التلاتة. انا رجل. عايز انت منفعل قوي. انا عايز احنا الثلاثه يتقبض علينا. انفعالك ده خطر. انت حيوان. تشتمني بعد 30 سنه في الغربه ونفسي اشوفك. 30 سنه تشتمني انت جدع. انت بقى خساره. خساره على الصداقه يا خساره. على ايش؟ خساره على ايش والبطيخ اللي ياما طفحناهم. انت حيوان كده. دي مقابله جاي اقعد معاك نص يوم 48 ساعه. ايوه ايه نص يوم 48؟ اليوم عندك بكام؟ انت عندك الدولار بيعمل كام ساعة؟ دولار ايه؟ مش الدولار بيعمل حوالي؟ انا جبنا اسير الدولارات. ايوه الدولار بيعمل كام ساعة عندك؟ بيعمل الدولار بيعمل 96 ساعة. يبقى اليوم كام؟ 96 ساعة. انت حيوان. شوف انت بتغلط. انا بقول لك بصراحة بقى، يعني انا ده جزائي بعد 30 سنة وحشني قلت اشوفك. 30 سنة جاي تقضي معايا نص يوم 48 ساعة. يبقى اليوم بكام؟ 96 ساعة. انت اليوم ب 96 ساعة. خلاص يا عم، ما كانتش يعني 24؟ طب ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ واضح ان ما عنديش. الخلفيات كلها عندك انت. يا بروتا انت جاهل ولا ايه؟ ايه اللي الخلفيه دي؟ 24 ساعه دول اتلغوا من فتره طويله. لغوا ال 24 ساعه؟ مين اللي لغوها؟ اللي ماسكين ال 24 لغوها من فتره طويله. انت بتعرف الناس دي ازاي؟ وطي صوتك، قمر صناعي صورنا، حد يتسند يتقبض علينا احنا الثلاثه. ايوه احنا الثلاثه. على اي اساس؟ احنا الثلاثه؟ على اي اساس؟ على اساس انا وانت. يعني ايه انا وانت ثلاثه؟ هو في حد غيرنا هنا؟ ايوه مفيش حد غيرنا. طب خلاص نبقى ثلاثه. فين الثلاثه؟ انا وانت. عدهم لي. واحد ثلاثه. واحد ثلاثة. حد يضرب حد على كبده كده؟ على ايه؟ على كبده. مفيش حد يتبل عليا. بقول لك واحد ثلاثة. بتعيد الضرب على نفس الكبد؟ معقولة يعني؟ ده الكبد. هو انت
هاي لا ما عندكش خلفية ولا ايه؟ والله ما عندي. ما كبد اتنقل هنا من فترة. مين اللي نقله؟ اللي ماسكين الكلاوي. انت بتعرف ناس زبالة. انت منفعل قوي. انت بتعرف ناس زبالة. اقسم لك هنتمسك احنا التلاتة وهتبكي. يعني ايه؟ هتبكي بدل الدموع بسطرمة لما تعرف. ماشي. مش انت بتقول واحد تلاتة؟ اه. اسيب كبدك يتهرس. واحد تلاتة. اه. فين بقى ان بتوين؟ فين اتنين؟ اتنين فين؟ يعني ايه الكلمة دي؟ كلمة؟ ده رقم نمبر تو دو. ده انت قديم قوي. ده انت قديم قوي. ده انت من التلاتينات يا راجل. ايه اللي من التلاتينات؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ والله العظيم ما عندي خلفية. اتنين اتلغت من فترة يا لغوا اتنين. اتنين اتلغت من الحساب؟ ده من فترة طويلة جدا. مين اللي لغوه؟ اللي ماسكين اتنين لغوها من يا فترة. يا ساتر يا بروتا. يا ساتر على اللي ماسكين دول. يا بروتا يا بروتا. الناس دي ايه يا جدع؟ يا حبيب قلبي انت راجل نجم. انت سافرت فين؟ انت راجل نجم. افرض طلعت البرنامج على الهواء والمذيعة زنقتك وسألتك قالت لك واحد واحد كام ترد زي الاهبل تقول اتنين كده ولا ايه؟ لا اقول تلاتة. طبعا. والا يبقى شكلك ايه قدام جمهورك العريض؟ ابقى خايب. يبقى لازم تعمل ايه؟ اثقف نفسي. بتلاتة صاغ ما تزوقيني يا ماما. صفحة الجورنال ده انترناشونال جورنال. افتح صفحة الارقام مليون تلتمية الف تلاقي كل حاجة عن الارقام. برضه صفحة مليون وتلتمية الف. انت منفعل. كلهم صفحة واحدة. انت منفعل قوي يا ايه الجورنال ده؟ انت منفعل قوي. في حاجة في الدنيا اسمها ما تزوقيني يا ماما؟ عوام يا ماما. عوام يا ماما ده الملحق يوم الخميس بس عشان ما تدوخش عليه. ملحق. عشان ما تلفش عليه. خلاص انا هبقى اشوف انا الجورنال ده. مش ممكن انفعالك. بعدين لازم تعرف ان الانفعال خطر عليك دلوقتي. انا يا اخي انا ما انت بتنرفزني. وكل شويه تقول لي مش عارف 250 ليه كده يا بروتا؟ انت ما بقتش صغير. انت 178 سنتي دلوقتي. خلاص. وانت عندك كم سنتي؟ انا 176. انا سنك كبر. سنك كبر يا بروتا. بص ما حدش يقفش على قلبه كده. ممكن يجي لك ضيق نفس. حدش يعمل كده في قلبه خالص. فين قلبي ده؟ قلب حدش يقفش على قلبه كده. دي ما الانسان ما هو الا عضله قلب بتضخ ال ده قلبي. انت ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ نقلوا القلب؟ لا من فتره طويله جدا اتنقل بقى هنا. انت بتعرف ناس سوري؟ انت منفعل قوي يا جدع. في القلب يعني انا دلوقتي قلبك ده قلب مالك؟ مش عارف اخد نفسي. ايه ده؟ طب خد نفس خد نفس. بقيت كويس دلوقتي؟ يا قطه انت جاهل تتعلم ما تنفعلش. يا جدع انت بتقول حاجات. بقول لك ايه؟ لو سمحت. نعم. بعد اذنك انسى اللي انت سافرته ده. انا سافرت العالم كله. معلش اوكي. اللي 250 بتوع المثلث الارضي. كوكب الارض كله. كوكب الارض خلاص. خلاص هما كوكب. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز منك حاجه غير لما اسالك تجاوب وخلاص. اوكي اسالني انا جاوب. بما انك سافرت. نعم. هسالك اسئله من غير ما تزوقيني يا ماما. خلاص اوكي. مع انه ده مرجع تاريخي. خلاص هجيبه. اوكي. هبقى اجيبه انا المرجع ده. بلاد بره دي شكلها ايه؟ يا بروتا لو اتسالت في برنامج ولا بتعمل. يا لهوي ده انت جيت للصح بقى. عشان اجيب كرسي. جيت اللي يفيدك بقى. اجيب كرسي واجي لك. انا لفيت العالم كله يا بروتا. حلو. ما خلتش بلد في كوكب الارض ما رحتهاش. فاكر يا بروتا؟ فاكر يوم حفله الجامعه ما قلت لك انا حطير على فرنسا وفرنسا هتبقى اول محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي؟ ايوه فعلا. خدت بيجو 7 راكب وطيران. بيجو؟ على فرنسا. انا كل ما اكلمك هتقطعني ولا ايه؟ خدت بيجو؟ ايوه. احنا هنبتديها كده. ما هو لازم هتروح فرنسا لازم تروح بحاجه من الاثنين يا رينو يا بيجو. هتروح ازاي فرنسا؟ ما ينفعش حاجه ثانيه خالص. بيجو 7 راكب؟ ايوه. طلعت على فرنسا وفرنسا كانت اولى محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي. حلوه فرنسا. ومنها انطلق اسم مفتاح المناضل والثوري. ما شاء الله. ما خلتش يا بروتا. لفتها خرم خرم عشان طب ادرس. ما خلتش عشان ادرس نقط الضعف والقوه اللي فيها. ايوه صفر. باريس وجمال باريس. اسمع. نيس وروعه المناظر في نيس. بيقول كان والمهرجان كل سنه هناك. الاقصر والحضاره الفرعونيه. لا 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 في ايه؟ انا سيبك من مصر. انا عارف مصر. يا حبيبي انا بقولك اوصف لي فرنسا. لفتها خرم خرم يا بروتا. ايوه انا سمعت الكلام. كانت اولى محطات الكفاح والنضال بالنسبه لي. ما خلتش باريس وجمال باريس. نيس وروعه نيس. ايوه روعه. كان ومهرجانات كان. الاقصر والحناطير على الكورنيش كده. في ايه يا انت منفعل يا جدع؟ قلت لك سيبك من مصر كلمني عن فرنسا.
لفتها خرم خرم يا بروتا. كانت أول محطة في الكفاح والنضال بالنسبة لي. باريس وجمال باريس، نيس وروعة نيس، كان ومهرجانات كان، الأقصر والمعابد هناك. وانت يا حيوان! انت بتغلط كتير. انت حيوان! انفعل عشان تطب ساكت دلوقتي. ايه ده؟ في ايه؟ بالراحة يا أنثى الزرافة، أنت مش عايز انفعال. بالراحة. أنا ههرس لك كبدك. أنت عندك أصلا تضخم في الكبد، تعال. أنا لما كنت قاعد هنا. أيوة يا حيوان. اغلط اغلط كما تشاء. أيوة هغلط. حطم أواني الظهر والفخذ. بقول لك إيه؟ لما كنت قاعد هنا كان كلامي واضح جدا. لما قلت أوصف لي فرنسا كان لفتها خرم خرم. أنا الإخرام دي تعباني. الإخرام دي مش مريحاني. أنت منفعل أوي. أنا منفعل. أنا حر في انفعالي. كانت أول محطة في الكفاح والنضال بالنسبة لي يا بروتا. ماشي. باريس وجمال باريس. قول لي جميلة في إيه؟ ده أنا كان عندي حتة بيت على المريوطية هناك، أسطورة يا بروتا. حكاية. مريوطية. منك للترعة والناموس في الصيف، إيه مش قادر أقول لك يا بروتا. يا سلام، ولا نيس، ولا كان، ولا الأقصر والشتا. حد يضرب حد؟ أنا عايزه يقف. أنا عايز قلبك يقف، يجي لك تصلب في الصوابع. أنا كده. ده أنا جاي أقعد معاك نص يوم. 48 ساعة. وصوتك يعلى لنا. هيبقى علينا حتى ثلاثة. قلت لك نفسي أشوف أنهي كلبش هيبوط لك. بقول لك إيه؟ بتدخل الأقصر ليه في فرنسا؟ مش أنت اللي بتقول لي وصف لي فرنسا، فبوصف لك محافظات فرنسا كلها. يعني إيه محافظات فرنسا؟ ما أنا بوصف. بتحشر الأقصر ليه؟ أنت ما عندكش خلفية ولا إيه؟ الخلفيات كلها عندك انت. الأقصر خرجت من فترة. خرجت! الأقصر خرجت! من فترة طويلة جدا. خرجت ازاي؟ خرجت مع أسوان وإدفو، خدوا بيجو. إدفو! خرجت مع إدفو! يا بروتا هاي تعال، تعال، أنت راجل نجم يا بروتا. افرض طلعت برنامج تلفزيوني على الهواء والمذيعة زنقتك وسألتك قالت لك الأقصر فين؟ ترد كده زي الأهبل تقول في مصر عادي وأنت مش عارف؟ تسقط من نظر جمهورك، صح ولا غلط؟ يعني خرجت؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ اثقف نفسي. بثلاثة صاغمة تزوقيني. خلاص! افتح صفحة الأقصر. صفحة الأقصر. قلت هجيبه ماشي، هجيب ماما تزوق قدامي. يا بروتا معكش فلوس يا بروتا، افتح القناة المحلية المية بتاعتنا كل برضو حاجة. برضه القناة المحلية مية؟ كل حاجة على الهواء. يا جدع أنت اتجننت. إيه ده أنا بقول كلام أي يا بروتا، في إيه؟ إيه اللي خرجت وما خرجتش وبتاع؟ افتح القناة المحلية المية بتاعتك يا جدع. مية ايه؟ بقول لك عندي 8 9 قنوات. هات لك تلفزيون نظيف واتفرج على انت تلفزيونك نوعه ايه؟ انا اديداس، اشيك تلفزيونات في العالم. اديداس؟ ايوه اديداس برباطين تحفة. يعني تلفزيون برباط مش بسلك؟ لا السلك بيكهرب يهبل انت. في حاجة اسمها تلفزيون اديداس وباتا؟ باتا ده بتاع جاتوهات يا حمار، ايه اللي دخل ده في ده؟ انت فين؟ انا فين ايه يا بروتا معقولة؟ انت سافرت فين؟ يا بروتا معقولة؟ يا نهار اسود. يا بروتا عيب عيب، ده انت راجل نجم يا بروتا، معقولة ما تعرفش ان الأقصر في فرنسا؟ ما اعرفش يا اخي. ليه عمرك ما زرت الهرم خالص ولا مرة؟ هرم؟ ايوه أهرامات الجيزة بالأقصر، عمرك ما رحت اتفرجت؟ أهرامات الجيزة بالأقصر؟ ايوه الأربع أهرامات بتوعنا عمرك. انت حيوان! مش كل انت حيوان! انفعل. أربع أهرامات مش هم خوف وخفرع ومنقرع وحسام يبقوا كام؟ حسام ده جه امتى؟ لا الله يرحمها ام منقرع ولدت سيزيريان، الدكتور وهو بيقفل بعد عنك في الهرم فالواد رفع رجل نزل. يعني عارف انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ ده تاريخ يا ابني، ده تاريخ. انت اخر مره زرت الاهرامات ما لاحظتش ان في هرمين ناقصين؟ ما لاحظتش. منقرع بقى راح الاقصر واستقر هناك. راح امتى؟ ده راح في اجازه نص السنه اللي فاتت مع مدرسته وقعد هناك. راح يتفسح؟ اه وفتح بازار وقعد، والاقصر خدته وطلعت فرنسا. اديك عرفت المعلومه من يعني بيك. منقرع في الاقصر؟ اه. وحسام لسه راجع امبارح من المنتخب مع مالي، عارف كانوا بهدلونا هناك بعد عني. يعني حسام لسه راجع امبارح؟ اه. منقرع فين؟ في الأقصر. وحسام اهو وصل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اديك عرفتي يبقى فاضل عندك ايه وايه؟ ايه بقى؟ خوفو اه وخفرع. ايوه ده ايه؟ خوف. وده ايه؟ خفر. قناة السويس بتعدي بينهم فتلاقي ايه كده؟ انت مش مصدق انك حيوان يا بروتا من غير انفعال ابوس رجلك. انت مش قادر تقتنع ان الاقصر في فرنسا اقنع. بلاش بلاش. اخر مره زرت الاهرامات زي الناس ما بتزور امتى؟ في العيد اللي فات. حلو، يعني اكيد اتفسحت زي الناس ما بتتفسح في العيد وشم النسيم. عادي. صورت جنب الهرم، اجرت جمل، اجرت كاريتا، ركبت تمساح وقعدت تجري بيه في الجبل. يا حيوان! يا حيوان! انا مش عارف انفعالك ده اخرته ايه. انا
اخر البلاد تعجر تماسيح ودرجن درجن درجن عادي. انا ادفع فلوس عشان اركب تمساح؟ سعب 20 جنيه لو ليك قريب في السياحه. هو التمساح ده مش اللي بقه بيعمل كده؟ ايوه بقه بيعمل كده وليه ديل وحرفيش وضرب نضاره شمس 24 يعني هو ايه يا بروطه فيه ايه؟ تمساح ايه ده؟ انا مربي اثنين عندي في الهرم. كروكودايل؟ مربي تمساح ومربي جمل. يا سلام. عندي الاثنين. حتى الجمل بتاعي اول امبارح باض جاب لي جمل صغير محتار اسميه ايه؟ فلو تيجي معايا تسميه يبقى نبك فيا ثواب بعد اذنك. جملك باض؟ ايه المشكلة؟ هو مش الجمل ده من الثدييات؟ ثدييات؟ امال الريش اللي على جتته ده كله ايه يا بطل؟ انت ما بتسمعش الراديو الصبح؟ الجمل بيدنكو كوكوكو في الفجر. هم غيروا الاغنيه؟ لا هم لغوا الديك. بعد عنك انت ما عندكش خلفيه. يا نهار اسود يا بروك. طب اثبت لك ازاي اذا كنت بلاش تاهت ولقيناها. ايه بقى اللي تعالى إيه؟ احنا كان عندنا اربع اهرامات. ده كان عندك انت. طب كمل انت بقى مع نفسك وهشوف اللي يعلمك. خلاص خلاص. خوف وخفرع ومنقرع وحسام. كان بيحرسهم تمثال جسمه جسم اسد وشه وش بني ادم. ابو الهول ابو الهول. يا نهار جهل شباب. جهل؟ طبعا يضحك علينا الناس. ليه ليه ليه؟ ما اسموش ابو الهول يا حبيبي. امال اسمه ايه؟ اسمه ابو رامي، معروفه في كل الدنيا يعني. ابو رامي؟ ايوه يا بروطه ده. طيب ما قريتش؟ مش هم فكوا رموز حجر مدحت ولقوا ان كل حاجه فيها مدحت؟ هم لغوا رشيد زمان جدا. ايه يا فروطه في ايه؟ انت بتعرف ناس زباله. شوف انت بتنفعل ازاي؟ طب بلاش تاهت ولقيناها. ايه يا تايهه على طول؟ بس تعالى بقى. ايه؟ نهر النيل. بتاع مصر؟ امال بتاع العصير؟ طبعا بتاع مصر. الحمد لله. نهر النيل بتاع مصر. اهو من غير ما تزوقيني يا ماما. انا مبسوط من انا مبسوط الحمد من. لله. ركز بقى عشان نختصر الليله دي يا راجل. نهر النيل الابيض المتوسط ده يا حيوان. انا كل ما اكلمك بتخطئ. نهر النيل الابيض المتوسط كام فرع؟ فرعين. خساره على جهل الشباب. مش دمياط ورشيد وسدناوي وشامله يبقوا كام يا اكسلانس؟ اربع فروع. هي سلسله محلات. بروطة انت جاهل. انا اللي جاهل؟ طبعا جاهل. قول لي بقى انك ما تسمعش عن مذبحة الأقصر 86 بفرنسا. مذبحة الأقصر 86 بفرنسا ما سمعتش عنها؟ فين دي؟ يا خسارة خسارة يا بلد يا خسارة. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا في مذبحة الأقصر وانت نايم على ودانك في فرنسا. 35,000 شاب؟ 35,000 شاب راحوا في فرنسا في مذبحة الأقصر 86 وهم بيهدفوا الأقصر بلدنا بلد سواح. هي دي كانت مذبحة؟ ما سمعتش عن محمود رضا باشا زعيم المذبحة؟ هو ده كان زعيم؟ يا نهار اسود، ده انت نايم في غيبوبة. أنا فاكرها رقصة. يا ريتها نجحت، يا ريتها نجحت. أمال إيه اللي حصل؟ فشلت. فشلت مذبحة الأقصر 86 بفرنسا. عمي 34,999 راحوا وما فضلش منهم إلا أنا. الحمد لله إنك عايش. وكان لازم أهرب. ورحت حتة؟ هولندا. أيوه، خلينا في هولندا. خلصنا من أم فرنسا! إيه؟ إيه البلد دي؟ دي بلد سخيفة! ده أنا كرهت الشانزليزيه وإيفل! إيفل مرمي في بولاق أبو العلا هنا بقى له أربع أيام لو عايز تزور. الحمد لله خلصنا من فرنسا. خلينا إحنا في هولندا. اتبهدلت يا بروت. عشان أعدي من الحدود البرية من فرنسا لهولندا مرمطوني في مطار ألماظة. بهدلوني. كان في جيبي 37,000 لالالالي خدوهم كلهم. لالالالي؟ دي عملة؟ طبعا. كان معايا 37,000 لالالالي. لالالالي ولالي ولالي. لا ده انت مليونير كده. وحوالي ما يوازي 5,000 زلوط. زلوط؟ ما سابوليش زلوط واحد اجيب بيه سندوتش. دي عملة يا زلاليط؟ طبعا. دي عملة سخيفة قوي. يا بروتة انت مش ما سابوليش حاجة اجيب بيها سندوتش صدق حتى من علي عربية يا اكسلانس. مرمط. اتمرمط. الحمد لله انك رحت هولندا. نزلت هولندا. اوصفها لي. لفتها خرم. لا من غير اخرام. ابوس ايدك ولا كفاح. وصفها بس كده. ها ما خليتش امستردام لهاي المهندسين اوترا. انت مفاعل قوي يا انت حيوان. شوف انت امستردام المهندسين لهاي. ازاي المهندسين دي؟ انت اللي بتقول لي اوصف لي محافظات هولندا. ازاي المهندسين؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ما عنديش. مهندسين خرجت من فترة. خرجت! مهندسين خرجت! النبي خرجت.
خرجت مع مين؟ مع جدتها. مين جدتها دي؟ العجوزة. يعني عشان تخرج تاخد حد كبير من العيلة. امال نسيبها تهيس كده في هولندا؟ طب وما راحتش ليه مع اخوها الصغير؟ مين فيهم؟ شهاب. كانش ينفع. ليه؟ عيب ايه شهاب؟ كان عنده دورة رمضانية هو ومصدق ومحي الدين، يعني كان فيه دورة شيء يلعبوا كلهم كورة. عشان كده بهدلها يا برد. في هولندا حضرت واحدة من أبشع المذابح الدموية اللي ممكن تشوفها. مذبحة المهندسين 86 بهولندا يا عمرو. 35,000 شاب من شباب بلدك راحوا. أنا ملاحظ إن 35,000 شاب بيروحوا في كل حتة. ده رقم محدد للمذابح؟ لا يقل ولا يزيد. أنت رياش. 35,000 شاب من خيرة شباب البلد اتاخدوا غدر يا بروتا. خلاص خلاص بقى. 35,000 شاب راحوا مالهمش ذنب، دول كانوا بيضربوا مانجا قدام فرغالي مش في دماغهم يا. هو فرغالي خرج وخد المانجا. كل حاجة، المانجا، الجوافة، الموز باللبن، الخرطوم اللي بيرش بيه الكوبايات اتاخدت يا بروتا. كوبايات والناس تشرب ازاي؟ انت وكفك بقى، كف بنص جنيه، كف بجنيه وربع، كف باتنين، حسب السعه الكفيه بتاعتك. والكف ده بكام؟ ده عايز قرض من بنك ناصر ده عشان تشرب بيه مانجا. ليه فرغالي يعمل كده؟ مرمطه مرمطه مش قادر اقول لك. تخيل انت تبقى واقف وجنبك صاحبك فجاه ما تلاقيهوش، الواد يبقى واقف ياخد الطلقه في صدره عصير الرمان ينفر. يا منظر. لا 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 لا، ايه المنظر ده؟ منظر بشع. جسمي قرعش خالص. بشع. تخيل تبقى واقف وجنبك صاحبك زمزميه واحده، جربنديه واحده، عيش وفجاه متلاقي. بس 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 القصه واضح انك اسيت. بس خلص فرفش بقى. وحشوني قوي اصدقائي. مين دول؟ الله يرحمهم. مين هم؟ انا فقدت 2.5 من اعز اصحابي في المذبحه دي يا بلوت. 2.5؟ هو انت بصاحب ساعه؟ والاستيك عايش ولا ايه؟ فاكر التاريخ الاسود ده زي ما يكون امبارح. تاريخ اسود يا بروطة. انت ليه بس بتقلب على نفسك المواجع؟ فرفش بقى وانسى. 21 21 21 تاريخ اسود يا. ايه الرقم ده؟ 21 21 21. ما تحط لها قص 2 بالمرة. مش قادر انسى. كانت الساعة 2 بعد نص الليل والشمس ضربة في دماغ الرجالة وهم واقفين بالسلاح. حيوان حيوان كبير. ما بقول لك كده يا بروطة. وكان يوم جريس، انا فاكر انه كان يوم جريس. يوم ايه؟ الساعة 2 بالليل. يوم بعد ايه؟ يوم كان يوم جريس. كان ايه اليوم ده؟ كان يوم يا بروت. ايه يوم الجريس ده يعني؟ يوم ايه يوم دي يعني؟ إيه يوم؟ يوم من ايام الاطمون عادي يعني. اطمون؟ ايه الاطمون ده؟ الاطمون اللي فات، الاطمون اللي جاي، اطمون يعني. انا بقول ايه يعني؟ ايه انا مش فاهم حاجه. ما عنديش خلفيه. انت ما تعرفش ان الاسبوع زاد يوم فبقى اطمون ولا ايه؟ ليه كده؟ ده زاد من فترة، زودوه من فترة يا. ازاي؟ سبت، حد، اثنين، ثلاث، اربع، خميس، جريس، جمعة. ده زاد بقاله كتير جدا. يعني بين الخميس والجمعة جريس؟ وبين السبت والحد حسيس؟ يا نهار اسود. وقريتها نجحت يا بروت. امال ايه؟ فشلت. 34,999 راحوا وما فضلش منهم الا انا. وانت بتفضل ليه يعني؟ يعني ليه انت بتفضل؟ بستخبى ساعة الضرب انا هقف. وكان لازم اهرب. رحت حتة. رحت فين؟ مركز شباب روسيا. دي جديدة دي. ايه جديدة في ايه؟ يعني ايه مركز شباب؟ مركز روسيا؟ شباب روسيا. مش كان في الاتحاد السوفيتي السكندري واتفتت؟ انت قصدك روسيا يعني؟ ايوه. وهناك حضرت واحدة من ابشع المذابح اللي ممكن تتخيلها. كلهم مذابح. مذبحة الغردقة 86 بروسيا. انا عندي سؤال واحد وخلاص. يا حبيبي. في حاجة فاضلة في مصر؟ ولا البلد هجت؟ لو ليك حد عند كوبري طوخ الحق زوره. رايح فين الكوبري؟ طلع ابو النمرس بعد بكرة، محدش عنده خلفية خالص. يطلع بالسلامة. نزلت روسيا. عارف يعني ايه الجبهة في روسيا؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه تنزل الجبهة في روسيا وانت اعزل ومعكش سلاح؟ ايوه. الطبيعة أيوة. في روسيا ما هي الا مجموعة جبال صخرية، رملة، صحراء، صبار، منجنيز، صوديوم، معادن، مفيش لقمة تاكلها ولا درجة الحرارة جهنم الحمراء طول السنة، 50 تحت الصفر. يا حيوان! مفعل ليه؟ درجة الحرارة جهنم الحمراء 50 تحت الصفر. طبيعة قاسية. يعني الجو هناك برد نار. الجو برد نار.
يا نهار اسود، طبيعه قاسيه يا بطه. يعني انا لو ما لبستش بلوفر اعرق. تموت تموت يا بروطه. نزلت الجبهه في روسيا فراغ نخل صبار جمال حيوانات متوحشه صحراء جرداء معيش لقمه اكلها ساعه اتنين تلاته مش لاقي حرب. يوم فين الحرب؟ يوم الجريس ده ويك اند حرب. هو يوم اسود. قعدت يا بروطه، عدى عليا اربع ايام من غير لقمه اكلها في الجبهه. هموت يا بروطه. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت. اضطريت ايه؟ اضطريت اني اكل التفاحه لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. كلت ايه انت؟ كلت التفاحه لغايه اما الرجاله تيجي. تفاحه ايه؟ تفاحه ادم لغايه اما بذر الكتان يوصل مع الرجاله. بس كلت تفاحه ادم؟ ما لموت يعني؟ متزوقين يا ماما بياكلها في الزنقه. بس بعد ما كلت تفاحه ادم يا برو طريقي نشف حطب ثلاث ايام من غير نقطه ميه على الرمله تلحسها حتى. هتش هموت من العطش يا بروطه. عملت ايه؟ الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. اضطريت يا بروطه. ايوه اضطريت اني اعصر قصبه رجلي وشربت شوب عصير قصبه رقبة. يعني انت كلت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلك؟ ما لموت يعني؟ يعني انا لو جهت اكل لحم اكتافي. لازم تتصرف. خبيش عليك يا بروطه، بعد ما كانت تفاحه ادم وشربت عصير قصبه رجلي، عارف التريحه اللي بعد الغدا دي؟ ايوه الواحد بيتقل بعد. افتكرت ايام زمان لما كنا انا وانت نقعد فوق السطح وندندن للست الله يرحمها ام كلثوم. اصيل يا واد. اترميت على السرير ولعت الاباجوره، كان فيها شجره موز، قطفت تفاحايه وقعدت مع نفسي بقى كده. عارف انت العيشه اللي مع نفسك دي؟ في الصحراء. طول عمري بقول قصر اندمجت، قمت مطلع طبله ودني بقول انا قد يا ريتني كنت معاك. يا ريت يا بروطه. والله كنت طلعت زمارة رقبتي وعملنا فرقة. متعة. والله متعة. متعة. والله كانت هتبقى فرقة كده. مش قادر أقول لك يا بروطه. قاعد أدندن أنا ومش مدي إخوانا يا بروطه وعمال أفتكرك وأفتكر الأيام الجميلة وفجأة سبع كتايب مشاة ميكانيكا مسلحين داخلين عليا. الحرب بدأت. وأنا أعزل يا بروطه معيش سلاح. أيوه. لو طالوني هيقتلوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. قمت مطلع سلسلة ظهري وملوش ليهم بقى. حلو حلو. ما خليتش يا بروطه. أيوه كده يا ولاسه. أسكت. أوعى تستسلم. قاموا باعتين لي أربع عربيات مدرعة وأنا على رجلي يا بروطه. يا نهار أسود. لو جريت هيلحقوني. الجيش قال لك إيه؟ اتصرف. افتكرت المثل اللي بيقول لسانك إيه؟ حصانك. قمت راكب لساني ودرجت. الله أكبر. الله اكبر. طيران. اوعى تستسلم. انا لو وقفت هموت. ايوه. وانا راكب لساني لقيت نفسي بلق كده حار. يا نهار اسود ما معكش الجام. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. طلعت حبل افكاري في ثانيه وعملت رجام يا بروطه. حلو. لغايه ما لقيت مدفع رشاش. مسكته. بعتوا لي 7000 طياره مروحيه وانت عرفت سائق طائرات. ايوه عارف. قمت نازل نص ركبه عملت سكور تحفه. وقعت 1000 طياره. ايوه. بس يا خساره. جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. يا ريتو جيم اوفر. الكمبيوتر كتب جيم اوفر. يا ريتو كتب جيم اوفر. امال كتب ايه؟ هنج الكلب مع اخر طياره داخله عليا. الكونكشن عمل انفكشن في البرودكشن بتاع المكش. عارف انت العيال دي؟ ولا يهمك على فكره. اولاسه. يا حبيبي انا مش عايزك تزعل. انا زعلان. لا 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 معلش، اللي حصل ده ممكن يزعلك. بس لعلمك انا استفدت. لازم تستفيد من تجارب الاخرين. والله استفدت يا ناس. بني ادم ما هو الا مجموعه تجارب. ايه ده؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ ياه. انا من هنا ورايح اقول اسا هشيل فلوسي في البنكرياس. لا انت كده بتستعبط. اسمح ليه؟ لي انت بتستعبط. اسمح لي. ليه؟ البنوك بتتقلب والناس بتاخد قروض وتفلق على بره، ما يبقاش ابني على كتفي وادور عليه. ثروتك مفيش حد يطولها الا ايدك. لازم. طب انت بتتصرف ازاي؟ انا كل ما املك في جيوب الانفيه وعامل لها كوتش كده، هات اصرف بعزق خلاص الموضوع اتحل يا بروطه. خلاص خلاص ده موضوع خليها في جيوب الانفيه. يعني. بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ شكلي كويس؟ زي القمر بس شعرك مناكر شويه. طب تسلفني مشط رجلك اسرح بس بسرعه. انت هتهزر بقى في الكفاح ولا ايه؟ لا والله بس عايز اسرح. ويا ريتها نجحت. امال ايه اللي حصل لها؟ فشلت. 34999 راحوا وما فضلش منهم الا انا. انت بتفضل فيه؟ وكان لازم اكت. رحت حته قلت اروح الكبيره ادمرها واجيب عليها واطيها. ايه الكبيره؟ وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. بس اخرس.
الولايات المتحدة الأفغانية. أفغانية إيه قصدك؟ الأمريكية؟ كانت أمريكية لحد 11 سبتمبر، بقت كفتة يا معلم، انسى بقى خلاص الهاكس ده. خلاص انسى الكلام ده دلوقتي. عارف بس عارف. في مذبحة قاسية هناك يا فرطة. أنا عارف يا عم، اسكت، ما راهمش حاجة غير إنهم يضربوا في طالبان. بعد عنك وبيرفدوا بقية المدرسة، ربنا يتولاهم. ماسكين في طالبان وسايبين الطالبات، أنا مش عارف. أنا مش عارف بيعملوا كده ليه يا بروت؟ أنا قعدت مع الراجل هناك مش عارف. أنا عارف، أنا عارف. ليه؟ بيقولوا إنهم لقوا الدليل على بن لادن. دليل إيه؟ دليل إدانته. لقوا إيه؟ لقوا بصماته. فين؟ على قفا بوش. يلا. بس للأسف يا بروتا. إيه؟ هناك كانت نهايتي. الحمد لله. اتقبض عليا. اتقبض عليك؟ اتقبض عليا هناك. فين؟ اتقبض عليا هناك في أمريكا. أيوة، فين في أمريكا يعني؟ في المباحث الفيدرالية الأمريكية، WCC. بص يعني إيه WCC؟ ودخلوني المعتقل، وهناك قابلت راجل الله يسترها معاه، لولاه كنت اتسحلت. مش قادر أقول لك لولاه كنت اتسحلت. مين ده؟ الجنرال جورج قرداح. شخصيا الله يسترها معاه، هو اللي نجدني يا بروتا. في الام بي سي؟ لا، في الدبليو دبليو سي. انت ايه؟ دخلت المعتقل يا بروتا. وقعدوني على جهاز كشف الخبز. خبز؟ خبز سينو ولا بلدي؟ قعد. دخل عليها الجنرال. ايوه. قال لي سالخير. سنور. شو اسم الاخ؟ بروتا. جيت لوحدك ولا معك مرافق؟ مع المدام. معك شو اخ بروتا؟ اطلقها يا باشا. اخ بروتا بنسالك 15 سؤال، بتوصل معنا للسؤال 15 تربح المليون وبنفرج عنك. ها تفرق؟ هو انا هنا معتقل؟ اذا كان بدك تردنا كنت بترد علي انك بعد خالص. بتبغضك؟ حاضر. سكت سكت، بتهزم بتعجم، مش النهائي. انت بتردح لي؟ مش قرداحي خلاص. جاهز؟ جاهز. السؤال الاول، شوف انت بقى تبقى رايح معشن نفسك ببريزة ولا حاجة، تاخد القفة ده تنسى اسم امك، هترد على ايه؟ ليه كده؟ رعب وفزع بعد عنك واضاء غير بتبريق. ايوه حاضر. دي اخر مرة بتنسيت خالص خالص. بس ده مع السؤال الاول. السؤال الاول. ايوه. شيء 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 شيء. انا كنت فاكرها دي والله، خدناها في تانية تالت. شيء دي مفيش اختيارات؟ ما بشهدني خالص. شيء معدني يطير في الهواء، له جناحان، بيسوق طيار، اسمه طيار عشان ما اطولش عليك. السؤال. ايوه. ما اسم هذا الشيء اللي اسمه طياره يطور؟ ايوه مفيش اختيارات؟ بعطيك اربع اختيارات. كتر خيرك. سيب الحشد، انتم مسيحين طاره جرمس نقول ولا غرغره شر مش عندك طاره. محمد منير. سر بس عندنا طاره. سر بالغره. سر بالغره. الاجابه رقم محمد منير. اجابه صحيحه. ألف 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 مبروك أخ بروتا. متشكر أخ جورج. ربحت معنا 5 ريال. بعد العذاب ده كله تقول لي 5 ريال؟ مش في ضريبة زفت على دماغك؟ ما حدش قال لي. بثلاثة ساق ما تزوّلين يا ماما صفحة ده زواء زبالة. قط. زواء ماما دي زبالة. قط. السؤال الثاني. بيه انا احنا دخلنا حزام الزلازل كده. ما هو لون فستان زفاف المدام؟ ابيض. ايوه ابيض.
بالعقل كده ابيض ابيض يا اما ابيض يعني عارف محمد منير لون فستان زفاف المدام بتاعتك بتاعتك انت بتاعتي انا استعين بصديق يختي هو يعرف اكتر حياة الله اذا كان معك سلالير مشان السلالير تبع سلالير معك سلالير تفضل تعال تفضل مين الصديق اللي هتستعين به رئيس تحرير جريده متزوعين يا ماما الراجل ده يعرف كل حاجه ده خرج مصر يا راجل انا رئيس تحرير جريده متزوعين يا ام مؤاخذ يا جاسم وانت تتكلم مؤاخذ معنا واحد هون بيدعي انه صديقك عايزك تساعده مده المكالمه 30 ثانيه من ساعه ما انا رديت عليه اهو معاك رد الو خلاص ال 30 ثانيه خلصوا من ثلث ساعه يا نهار اسود اي هو انت سافرت تلعب بالكمبيوتر وتعمل برامج بقول لك ايه بقول لك يا بروتا فين الكفاح انت لو شفت اللي انا شفته كنت تعرف اللي انا عانيته ده انا اللي كفحت هنا يا بروتا عشان نلخص الموضوع ده انا جاي اقعد معاك 48 ساعه نص يوم مش هتتحرك تاني هطلب منك طلب واحد وهغور من وشك طلب ايه طلب واحد وشرف امك في ريال ما تحرجني انا عرفت ان انا في الفتره اللي انا غبت فيها انت حوشت قرشين في حصلتك فمشكورا تتبرع استنى هنا نعم. فين الفلوس اللي قلت لي نصها لي راحت على الكفاح والنضال ومش عايز ده توعد يحزني ايه يعني انت راجع ايده ورا وايده قدام اقول لك يا بروتا هتساعدني ولا غور من وشك طبعا هساعدك انت صاحبي واخويا وقدر خلاص شوف لي قرشين معاك وهردهم لك على الجزمه اول ما ربنا يكرمني بره لا هشغلك معايا هنا لا اسبوعين مش اكتر لا مش هسافر تاني هجيب ثمن التذكره واغور من وشك زي ما بقول لك كده ولا هتتعتع من هنا خلاص يا عم اللي تشوفه يعني شايفنا بس لما يجي الاستاذ نكلمه ما يجي مين الاستاذ انت عندك درس لا امال ايه لا الاستاذ عزب مين ده صاحب المحطه الفضائيه محطه فضائيه محطه بنزين المهم شغلنا وخلاص طب بقول لك ايه نعم انا انور وجدي انور وجدي بشحمه ولحمه مش كلب بلدي ولا حاجه اطلاقا برنس واقف قدامي ستاند باي صوته ستاند باي صوت الاستاذ يلا ربنا يكرمك يا رب انجح في التيست يا رب في كود في المكان شعري كويس حضروا المعدات يا رب كله بقى جاهز ها ايه الفجأة دي دي فجأة عظيمة أتقوطة أتقوطة أنور وجدي أنور وجدي يعني فنان؟ فنان واحد أنت مجموعة فنانين في بعض إزاي؟ أقول لك إزاي من هنا لهنا حنان ترك خلص. ومن هنا لهنا حنان شوقي طب ومن هنا لهنا حنان الأم الله الله أنا يعني لما أقول لك نجم يبقى نجم مين ده؟ حاسب بقى سيبني أنا أتصرف مع حتة النجيلة دي وبعدين نجيلة هي شوف حضرتك كم الخضار اللي أنت فيه ده مع لحظة واحدة قول لي بقى نعم مين ده؟ ده؟ مفتاح 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 انت مفتاح؟ ايوه فهمت مش معقول يا مفتاح بجد شكلك يجنن الله يحفظك تتصور؟ شكله نجم سينمائي يا سلام يا فندم كنا عايزين نشغله شغلانه يا ريت تشغله نجم سينمائي شغلانه يا بيه ما تهزرش يا بيه ثانيه واحده بس انا عايز اشتغل شغلانه مؤقته شهر ولا حاجه يا باشا فبعد اذن حضرتك انا في شويه حاجات اعرف اعملها ممكن اقولها لك يا ريت انا بعرف اسوق كويس جدا تسوق ايه؟ اسوق عربيات كويس قوي وغير العربيات بتسوق غير العربيات يا سيدي انا بارع في قياده السيارات فلا ممكن تستغلني في ده او في ده شوف انت انهي احسن بالنسبه لي فرق فظيع بينهم طبعا طبعا دي مهاره طبعا هايل طيب شفت يا فندم بشكل حلو ازاي لا هايل هايل ياما ياما وصفته لك والله بقول لك ايه الواد ده عبيط قوي ليه والله عبيط قال بيقول لك ايه كنت ببعت له جوابات كتير كتير هي اللي كانت بتسلي عليا غربتي يا راجل اسكت الجوابات دي يا ما الجوابات كنت قاعد اقرا فيها يا صح هي كانت بتوصل لك؟ طبعا هو انت كنت ساكن فين؟ لندن الدور الثاني ده من افخم الحتت في لندن بس انا صعب عليا انت ليه ما كنتش بترد عليا؟ انا مش عرفت ان انت نقلت من مصر السادس لمصر الثالث انا اعرف منين انا؟ نسيت اقولك فعلا ما علينا بقول لك ايه؟ هو امر بيه هو عموما العنوان بتاعه مشهور قوي عنوانه مشهور يعني ده صاحب المحطة؟ عبيط ولا ايه؟ بسم الله بتقول ايه؟ ولا حاجة يا فندم احيانا طيب دلوقتي انا عايز اسألك شوية اسئلة كده علشان اعرف انها تنفع نجم سينمائي ولا ينفع يا فندم والله العظيم ينفع هنعرف هنعرف كان بيمثل زمان معانا بيمثل ايه؟ طبعا مالكش دعوة انت حاضر ايه من الجامعة بيه؟ بص بقى عمر انت بتعرف تغني؟ ده صوته جعر من الاصوات الجعره المتميزه انا مش عايزك تنطق خالص حاضر خالص حاضر. انا بساله هو ايوه مش صاحبي يعني مالكش دعوه قولي
فندم. ابعد. بتعرف ترقص؟ ده فايبريشن حضرتك. فايبريشن؟ هزاز هزاز يعني. والله. اوكي اسمك ايه؟ اسمي يا فندم مفتاح. مفتاح. انا اسمي مفتاح وابويا اسمه مفتاح. مفتاح ده ما ينفعش نجم سينمائي، لازم الاسم يتغير. نغيره يا فندم. يعني ايه تغيره؟ نغير مفتاح. غير. طب بقول لك ايه يا مفتاح؟ نعم. انا افتكرت حاجه. نعم. مش كان زمان نفسك اسمك يبقى زي اسمك؟ طب تحرجني قدام استاذك ولا انا هديلك اسم؟ مش قبله. والله العظيم لا اديهولك. اقسم بربي اسمي ما هو راجع. عبيط. خلاص يا فندم اسمه عادل. اوكي. النجم السينمائي عادل. عادل ايه؟ مفتاح. بلاش مفتاح دي بقى. لا غيرها. حتى اسم باباك. لا ما ينفعش. انا هديلك اغلى اسم في الوجود. حذاري. اعلن يا فندم عن مولد النجم عادل فريال. لا 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 لا. ايوه فريال. فريال مين؟ ست امه. لا لا. ست عزيمة. لا 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 لا. حضرت اسبوع. فاكر يا فندم. يلا يا عادل. لا 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 مش هينفع. مش فاهم حضرتك عايز ايه طيب؟ لا مش طول عمركم اصحاب؟ اكتر من الاصحاب. وبتقسموا كل حاجه سوا؟ اكتر من سوا. المايوهات عم محمد وكده؟ سايح ولا ايه؟ مش كده؟ خلاص يا اخي اديله اسم ابوك. يا سلام. اسمه عادل رأفت. اوكي يا النجم السينمائي عادل رأفت. يبقى انت كده ولا حاجه. لا لا بعد اذنك يا ما اقبلهاش. يعني ايه ما تقبلهاش؟ يعني هو يديني اسمه ومشيه من غير اسم. ماليش دعوه. خد ايه ده؟ مفتاح اسمي خليه معاك. تعالى هنا. نعم. فين اسم ابوك؟ طلع عليه ما تبقاش رمه بقى يعني. ما انا مش اتفقتوا؟ اتفقنا. انت عادل رأفت؟ ايوه يا فندم. وانت ايه دلوقتي؟ انا ولا حاجه. برافو عليك، انا مبسوط منك قوي. تحت امرك يا فندم. بس الحقيقه انا مبسوط منكم جدا يا جماعه. الله يحفظك يا فندم. صداقتكم وكده انا مبسوط قوي قوي قوي. بس حق ابوك وانت بتتكلم بس وطي صوتك. يعني حد يسمعنا يتقبض علينا احنا الخمسه وانت ما فيكش قلم. ابوس رجلك. من فضلك. من فضلك. احنا الخمسة؟ اه. انا مش فاهم حاجة. بتلاتة ساغ متزوقين يا ماما هتفهم كل حاجة. الموضوع ابسط من كده. صفحة مليون و300 ألف. كل حاجة. هي صفحة واحدة، جورنال صفحة واحدة. جورنال صفحة واحدة؟ يا فندم، ده انترناشونال صفحة في جورنال. ورقم الصفحة مليون و300 ألف؟ أيوة يا فندم. ما شاء الله. ما علينا. بصوا يا جماعة ركزوا معايا. احنا مركزين. تؤمر يا بيه حمام. هقول لكم اهو. انت تؤمر. احنا خدامينك يا حمام. خلاص. بصوا يا جماعه. تؤمر يا بيه. انا عندي فيلم. وانا عندي الفيديو. وانا عندي المكان. خلاص. خلاص ايه؟ والمكان امين، البوليس ما جاش غير ثلاث مرات بس. بس قبل ما تروح هناك شوف حل في عينيك الخضره دي، المنطقه مرشقه معيز. ابوس رجلك. انتوا بتشقطوني لبعض يا بيه اطلاقا. والله قال انا عندي المكان وانا عندي. طيب انا هنتج فيلم وانا هشتري فيديو وانا هبني المكان. هو يا فندم فيلم بالالوان ولا ابيض واصفر؟ لا بالاسود يا بيه من فترة عشان ما تفكرش. يا جماعة أنا عندك فيلم، أنا قلبي دليلي دليلي قصة حياة أنور وجدي. آه. لا مؤاخذة يا بيه احنا آسفين. طب ما احنا عارفين يا فندم. والله؟ قعدت أفكر أقول. أهو. هتقوت هتقوت. بالظبط. مين اللي هيلعب الدور؟ أيوة أنا جاهز. مين اللي هيبقى البطل؟ أنا عارف. والفيلم ده بطل واحد. أيوة. ما ينفعش يبقى اتنين. لا أنور وجدي. ما هوش مايوه يتقسم. أيوة. لازم واحد بس اللي يلعب الدور. ما أنا جاهز أهو. قلت واحد بس اللي يلعب الدور. شكرا. أنت عادل. عادل مين يا بيه؟ انت حضرتك بتتكلم جد ولا طبعا مش بقيت عادل رأفت؟ طب والراجل ده يعمل ايه؟ لا خلاص مالكش دعوه بيه، هو اتنزل عن اسمه وانا موافق انك تبقى النجم بتاع الفيلم. يعني انا همثل؟ طبعا. وهبقى مشهور؟ طبعا. وشرف امك؟ امال ايه؟ طب يعني طب والراجل اللي اصبر عليا، عادل رأفت اللي هو مفتاح اللي كان مفتاح وانت اتنزلت عن اسمك واديته له. خلاص يا برو انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ لا مش هيرجع ولا حاجه. انت تجهز انا راجل. هو انا اتنزلت عن اسم صاحبي. كلاكيت. بس دي فرصه عمري. اتنزلت عنها. دي كور. انت بتلعب بيا يا استاذ. انا بلعب بيكم كلكم. دي هوايتي، احب العب بالناس اللي بتشتغل عندي. انا اتنزلت عن اسمي بس مش عن دوري. وماله ماله انت؟ بس انت طول عمرك سلبي. اتنزلت عن حبيبتك وبتنزل عن اسمك وتنزلت عن دورك وهو وافق. هو وافق ليه؟ مش عارف، يبقى اساله. مزيكا.
في التاكسيات بقت حاجه فظيعه جدا، الواحد يحرم يركب تاكسيات تاني. ايه اللي حصل؟ جيت بتاكسي لحد هنا بقول له حسابك كام؟ قال لي 3 جنيه. بدور في جيبي ما لقيتش غير 5 جنيه، بديها له قال لي مفيش فكه. عملت ايه؟ زعلت. ده بقيت حق 2 جنيه اسيبهم؟ لا، بس ركبت تاني قلت له لففني بال 2 جنيه واخدت بالباقي كلاكسات. انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ كل اللي بيحصل لك ده ما بتحسش؟ ليه بتقولي كده؟ انت فاكرانك بيلا؟ لعلمك يا زيزي انا جوايا نار، نار جامده قوي. معلش انا حاسه بيك. محدش حاسس بيا، انا متماسك قدامك وقدام الناس، بس النار اللي جوايا انا مش قادر استحملها. طب ما تحاول تفضفض، حاول تطلع النار اللي جواك. حاولت لدرجه اني فكرت احط اصبعي في بقي. ايه القرف ده؟ بس انا ما رضيتش، النار اللي جوايا ما تتوصفش يا زيزي. معلش معلش، مهما نار ايه؟ مالك في ايه؟ الطعميه اللي كلتها عامله لي حموضه فظيعه. مالك يا بت؟ مالك في ايه؟ خير خير؟ مرارة انت على طول موهومة كده، هتلاقيهم شوية برد. انت بس قبل ما تنامي دهني جسمك بموفاس. ايه؟ دهني جسمك بموفاس، ده كويس جدا. اسمه موفاس؟ اه اسمه ابو فاس. ابو فاس ده للرجالة. يخرب بيتك، وانا اقول ايه اللي مغيرك كده؟ يا بت انت مالك في ايه؟ انت ايه يا اخي؟ بكلمك على المفتاح، صعبك تكلمني على الطعمية. مفتاح ربنا يزيده كمان وكمان، بقى نجم كبير. صاحبك اللي اخذ فرصة عمرك من اول فيلم انا قلبي دليلي دليلي. ايوه هو عمل كده ومش عارف عمل كده ليه. لا يا زيزي لا، مش فرصة عمر ولا حاجة، اصل انا ما كنتش هنفع انور وجدي، انا بكتير قوي اسماعيل ياسين. وياريت اخذ فرصة عمرك وبس، ده اخذ اسمك كمان. ايوه حصل، بس انا ما كنتش متخيل. لا انا ما كنتش بحب اسم عادل رفعت، انا بحب اسم بروطه. يا عالم في بني ادم بالشكل ده دلوقتي؟ انا كده يا زيزي. يا نصوت قلتم اعمل ايه؟ لا يا زيزي المفروض تفرحيلي. خلاص يا زيزي الليله دي هتتفك عقدك لساني وهقول كل اللي في قلبي. بجد؟ ايوه. ها يلا قول. الليله دي ها هخطب شربات. انت مش مصدقاني؟ والله هخطبها، ده انا حتى جبت الدبل. شايفه بروتا؟ مش معقول يا بروتا. يا جماعه سيبوا الفيلم. مفتاح هفرحك. حبيبي فين؟ بص يا بروتا مش معقول. مفتاح حبيبي احنا مش طالعين نصطاد كلاب المفروض، وانت جاي ولا ايه؟ ايوه. ولا مش جاي؟ اصل حصل موضوع كده عايز اقول لك عليه. انا زعلان. لا انا فرحان. انت سايبني لوحدي وانا اللي بيحصل لي اليومين دول 3 ماتش يا بروتا. ايه 3 ماتش دي؟ اكتر من 2 ماتش بمراحل، مش عايز ضغط بقى من فضلك. خلاص مش معقول يا بروتا. بس انا عندي ليك خبر. انا عندي ليك خبر بمليون دولار. وانا عندي ليك خبر بثلاث زلاليك. اسمع خبرك. لا خبرك قبل خبري. اسمع خبرك. والله العظيم خبرك قبل خبري. اي حد يجيب خبر التاني ويلخ. مين اللي مدمازال؟ زوزة. اوكي معاك بطاقة؟ اه. وعندك قلم؟ اي. وبتعرف تكتب؟ ايه يعني؟ وبتعرف تمضي؟ اه. تجيب بطاقتك وقلمك وتيجي النهارده بالليل. عشان ايه؟ عشان تمضي وتشهد. على ايه؟ على كتب كتابي من شربات. افرح. زقطت. زغرت. كفاية بقى. كفاية وشرف امك، مش كل ما اقول لك مفاجأة تطلع لي هدية، ده كتير قوي اللي بيحصل ده. يا جايب لي ايه؟ تعال.
خد هنا يا واد تعال. ايه اللي في ايدك ده؟ هتتجوز شربات؟ اه طبعا هتجوز شربات. تعال، مين في العالم يصلح لها غيري؟ اوعى. قلب قطيفه، دبلتين، عادل، الله، شربات. تعرفت من ايه؟ ده الخبر طازه، ده ما حدش يعرف غيرنا والبنت شربات. يخرب عقلك يا برو، طول عمرك حساس وبتحس باخوك، طول عمرك صاحب واجب يا بروتا. ربنا ما يحرمنيش منك، انا حطير على عزب بيه، اخلص معاه موضوع شربات واسيبك مع زوزة. ها البنت دي عينها منك. اصحى ياد بقى وفوق يا دبليت الخطوبه، عقبالنا خمسينا. مش هو ده صاحبي، مش ده مفتاح اللي اعرفه، كان زمان بيحس بيا. ايه ما تفرح ما تزعطط، اخد فرصة عمرك واخد اسمك واخد حبيبتك. اه معلش مش قادر. مالك في ايه؟ الطعمية يا زيزي. يا عزب بيه، يا استاذ عزب، مش معقول الذل اللي الواحد فيه ده، وكل ما اكلمه يقول لي عمال تكنيكني في ست ساعات وانزلك سبع ارض في ست ساعات، كفايه ذل بقى، كفايه بقى. يا خبر ابيض، اتحكم في مستقبلنا واكلنا وشربنا ولبسنا ومصيرنا، اعمل معاه ايه؟ يا ايه؟ ايه؟ اتاخرت عليك؟ خالص. امال بتبرطم بتقول ايه؟ اطلاقا، ده انا كنت قاعد بقى يعني بتغرغر يعني. حضرتك بكلم نفسي انا حاضر. بتكلم نفسك؟ خالص يا فندم. وايه الشياكه دي؟ ليه الشكشه كاجر؟ كنت بصطاد كلاب انا واحد صديقي، فاهم؟ بصطاد كلاب؟ اه. عموما انت بقيت نجم منور دلوقتي، وبعدين صورك منوره الجرايد والمجلات والتلفزيون. بركه في ربنا وفي حضرتك يا فندم. الله يخليك. دلوقتي هقول لك على حاجه. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي ملوش كبير ايه؟ اشتري له كبير. ونكبر ابنك خويه جاي لك في طلب. ايه بقى؟ انا حبيت. واضح. انا حبيت وانجرح قلبي. فرحان انت قوي. وماسك علبه حمراء وواضح ان فيها دبلتين، يعني الموضوع خطوبه. يا قرد يا ابن الجنيه. ولا انا اسف، انا اسف، انا اسف. فوق. حاضر. قول لي بقى. نعم. البنت اللي انت اخترتها دي بتحبها؟ بعشقها عشق الكلاب للقطط، فلك ان تتخيل حجم العواطف. عشق الكلاب للقطط. كويس، طمنتني عليك. الله يخليك يا فندم. قول لي بقى. نعم. اتعرفت عليها فين؟ في شقه مفروض في حفله يا فندم. حفله. عرفت انها في الحفله. كويس. عرفت انها في حفله. هي رقيقه، بتحب الحفلات يا فندم. رقيقه. رقيقه جدا. بتتكسف؟ بتتكسف. بص، لو بتتكسف اكتر من الشمس. لو الخجل ليه اسم يا فندم يبقى اسمها. حلوه. طلعت طيران على الحفله، دخلت قلت لهم فينو حبيبي فينو، قالوا لي مرمي في الصندره جوه متدهوره. صندره ايه؟ ما كانتش شاربه اصلها يا فندم، متدهوره خالص. شاربه؟ دخلت قلت لها مساء الخير، قالت لي لخص يعني مش شايفه قدامي متر. لغزك؟ قلت لها بالراحه. لغزك؟ هي حضرتك لما بتشرب بتغز اي حد، معمول لها تسع قضايا قبل كده. منتهى الرقه. واربعه تنفيذ احكام، شغلانه يعني. حلوه. شغلانه. قلت لها مش هينفع نتكلم وسط الناس، اخدك ونروح اوتيل خمس نجوم. قالت لي طب شيلني عشان معدتي منمله ورجلي مش شايلاني. قمت شايلها حضرتك، نزلنا العربيه، حطيتها جنب في العربيه، دورت العربيه، طلعت بالعربيه يا فندم. طول السكه ما فتحتش بقها بحرف يا فندم. الله، مكسوفه. سكرانه يا بيه، مش دريانه بالدنيا. فجاه لقيتها ترقع بالصوت، سيدي وصلك الحقني، سيدي وصلك، ابوس رجلك، معدتش منمله، هفرفر منك في الدواسه، ولو قابلنا كمين هيبقى مشكله. قلت لها طب اعمل ايه؟ قالت لي الحقني بنص ليمونه خضراء، الحقني بنص ليمونه خضراء، ارشها، معدتش منمله. صعبت عليا، جريت على المطبخ جبت لها. استنى استنى، جريت على المطبخ. انهي مطبخ ده؟ عليك ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ خلفيه في ايه؟ عندي مطبخ. انا فين؟ في العربيه يا فندم. عربيتك فيها مطبخ؟ الحمد لله. ما شاء الله. جبت لها نص ليمونه يا فندم، قرشتها، قالت لي انا كده فوقتش بقى، لو هتقص وشي بشويه ميه هبزغلل لك بقى وابقى حلوه واموره كده. قلت لها عندك الحمام ورا الكنبه. حمام ايه؟ حمام يا فندم. انت عندك حمام في العربيه؟ الحمد لله يا فندم. ماشي. غسلت وشها وفقت، قالت لي بص انا ماليش تقل على القعده دي بقى، لسه كتير على المخروب اللي احنا رايحينه. قلت لها الطريق طويل والدنيا واقفه، اعمل ايه؟ قالت لي مش قادره. قلت لها ولا يهمك، ايدي في ايدك، اتمشى سوا. وقمنا نتمشى. استنى، قمت تتمشى فين؟ لغايه اما نوصل يعني. فين يعني؟ في العربيه يا فندم. اتمشيت انت وهي في العربيه؟ الحمد لله. يعني ايه؟ خدت ايدها وقعدت تمشي بيها كده؟ بتهزر ولا ايه؟ امال هتمشي في العربيه ازاي؟ انا عندي كورنيش تحفه في العربيه، حتى اول ما شافت البحر قالت لي وحشتني الكباريا، وحشتني الجمبري، وحشتني الدوم، عايز اعوم. قلت لها يلا نعوم، قالت لي معيش مايو، جرينا على عم محمد جيب مايو. جريت على مين يا اخويا؟ محمد يا فندم. فين يا عم محمد ده؟ فاتح فرع في شنطه العربيه عندي حضرتك.
ماشي. جبنا بيوهين، نزلنا البحر، طلعنا اتمشينا، اتمشينا غروب الشمس وانت قاعد تحت القلعه كده في اسكندريه. قلعه ايه؟ القلعه فين؟ عندك قلعه في العربيه؟ الحمد لله، ده من ايام الاسكندر الاكبر عندي في العربيه حضرتك. الحمد لله. انت سايق عربيه ولا سايق محافظه؟ ايه ده؟ حضرتك بتتريق عليا ولا ايه؟ مش بتريق ولا حاجه، بس انت بتقول حاجات مش معقوله يعني. اتنشفنا والشمس، حصل غروب كده علينا رقيق رومانسي. قالت لي بص بقى اصرحك بمشاعري. قولي. قلت لها قولي. قالت لي انا عايز اتفرج على فيلم سلمى بقى. سلمى؟ اه. فيلم سلمى؟ هي عندها مشكله في اللام حضرتك، هم صغيرين كانوا بيلعبوا شد الحبل باللسان، عارف حضرتك كل واحد يمسك لسان التاني. خلاص. ماشي. قلت لها طب مفيش مشكله يعني، ده المول دقيقتين من هنا. مشينا شويه وصلنا للمول. استنى، المول ده فين؟ في العربيه فين؟ الحمد لله. اوكي. طلعنا مجمع السينمات الدور الثامن حضرتك. في العربيه؟ اه. السينما بتاعتي بقى. اه طبعا. دخلنا بقى حضرتك. قلت لها ايه؟ قالت لي بص سيبك من الافلام النورمال دي، يعني من الافلام المعتاده دي انا واخده عليها حضرتك. معتاده؟ هي حضرتك عندها مشكله في التيه، كانت بتلعب طبق طاير بغطا سمنه مع الواد حماده ابن المجمع وهي صغيره. فرشا هنا حضرتك خدت 34 غرزه. 34 غرزه؟ الحمد لله. دي لطيفه، دي لطيفه قوي. قوي قوي يا فندم. قلت لها قالت لي عايزه فيلم فيه مشاعر. فيلم فيه مشاعر؟ ان انا من صغري وانا ما شفتش مشاعر. اه. ولا سمعتك. انا طبعا فاهم. عايزه فيلم عاطفي. عايزه فيلم عاطفي بقى مشاهد. يا ابن الايه وانت جن في الحاجات دي؟ ده انا قديم يا ولا قديمه بيه. قديم يعني. قول لي حطيت فيلم ايه؟ يلا ده انت كلك نظر. اقول لك اقول لك شك في ايه؟ انا اقول لك انا حطيت نهر الحب. احنا مش عطشانين نهر حب. ايه يا بيه، احنا عايزين نتفرج على كلمتين. يعني طيب الحب الضايع لسه هندور. انت فاضي ولا ايه؟ والله امال حطيت فيلم ايه؟ الناصر صلاح الدين مش متشال منه مشهد يا بيه. الناصر صلاح الدين؟ هي شافت صلاح الدين الاليوبي على الحصان. استنى، صلاح الدين الاليوبي وهو راكب الحصان اسمه صلاح الدين الاليوبي؟ انت شفت الفيلم؟ شفت. انت شفت الفيلم؟ اه شفت. لما صلاح الدين الاليوبي كان راكب الحصان وفتح المطول قرنه بيهوي كده. استنى، صلاح الدين الاليوبي ماسك مطول قرنه. ايوه. بيهوي لمين؟ لما ضرب عز الدين ايمن في الحته دي. استنى، عز الدين ايمن؟ نقوله ثلاثة هنا ورا بعض كده. استنى، اسمه عز الدين ايمن؟ ايوه. صلاح الدين الاليوبي هينزل مع الحصان مطلع مطوى قرن، يقول له اوعى عز، اوعى هلا. أيوة. بعد هجوم هيقول اوعى هلا. ايوه يا بيه، لما دخل السلطان قطر بينهم عشان استنى يسأل. سلطان قطر اسمه سلطان قطز. انت شفت الفيلم انت؟ ايوه شفت. شفت انت تفهم في السلم انت؟ ما انت بت ايه يا بيه في ايه؟ انت شفت الثلاثة كانوا بيتخانقوا على ملكة واحدة. ايوه صح، كانوا بيتخانقوا على الملكة شجرة الرز. شجرة الرز انت بتبوظ تاريخ دماغك. هي شافت المنظر ده قالت دم كتير، ما اقدرش على كده يا سيدي، وصالك الحقني، انا هفرفر من الخجل، هفرفر من الخجل، وراحت ماسكه الفستان مغطيه وشها. ونعم الخجل والكسوف. كده اهو. من لهيب الخجل الفستان ولع. الفستان ولع؟ اه. ليه حاطه في وشها مكوه؟ حضرتك بتريق على حبيبتي ولا ايه؟ مش بتريق ولا حاجه، اصل ايه اللي هيخلي الفستان يولع؟ لما الفستان ولع يا بيه شفت تعبير الوش، عرفت قد ايه هي كسوفه. كسوفه جدا. قول لي بقى. ايوه. حصل ايه لما وشتها بان وبقت كسوفه؟ قلت لها عجبتيني يا بنت. قالت لك ايه؟ عجبتني. احترم نفسك. وقلت لها ايه؟ حبيتك يا بنت. قالت لك ايه؟ قالت لي وانا لخص يلا. وانا لخص يلا.